جزاكم الله خيرا. يقول: رأيت بعض الناس يصلون صلاة الوتر 3 ركعات، هل هذا صحيح؟ علما بأن الذي أعرفه أن هناك ركعتين شفع ثم 3 وتر. نعم هذا صحيح، أقل الكمال في الوتر 3 ركعات، ركعتان الشفع وركعة هي الوتر. وإذا أوتر بـ5 أو بـ7 أو بـ9 أو بـ11 أو بـ13، وكل ذلك جائز، وكلما كثر الوتر فهو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بـ11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بالـ11، يوتر بركعة واحدة وهي 11، وهذا أعلى الكمال، وأدناه 3 ركعات كما ذكرنا، والمجزي ركعة واحدة، يجوز الوتر بركعة واحدة فقط بدون شفع، هذا مجزي.